مرة أخرى بمناسبة مواجهة النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي، رجعنا تاني ملامو إريك أنجامبي نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني. يا فندم مرة أخرى مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، وسؤالي الأول لحضرتك، كيف ترى هذه المواجهة بعد مواجهات كثيرة بين الأهلي وسيمبا في البطولات الأفريقية؟ اليوم أو هذه المرة الأهلي يواجه سيمبا في بطولة جديدة، بطولة مستحدثة، بطولة الدوري الأفريقي، كيف ترى هذه المواجهة؟ It's going to be a difficult game, obviously. بالطبع هيكون ماتش صعب شوية. I know Ali that in Europe now preparing for the new season. وطبعا and, دلوقتي في تواجد للفرقة في أوروبا للتجهيز للماتش ده. African qualification, but our team still playing some few games. وبالطبع النادي برضو لعب بعض الماتشات في تنزانيا علشان يجهز او يكون جاهزيته عاليه للماتش دوت، وبعض اللعيبه دلوقتي متواجدين في المنتخبات علشان يكونوا في تصفيات كاس الامم الافريقيه. سيمبا يبدو انه عمل تدعيمات كبيره هذا الموسم استعدادا للموسم الجديد سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه، هل سيمبا جاهز للمشاركه في هذه البطوله بقوه مع التدعيمات الجديده، وكم عدد اللاعبين اللي دعم بيهم سيمبا هذا الموسم؟ طبعا كان في بعض التدعيمات الجديدة، تدعيمات احنا كنا باصين عليهم وكنا بنتابعهم عن كثب في الخمس سنين اللي فاتوا، بالتدعيمات وباللعيبة الجديدة احنا طبعا بعضهم هيكون في الفرقة الأساسية والبعض هيكون معانا طبعا لتدعيم الفريق، بس طبعا هنكون أفضل وبأداء أفضل في السنة دي، أفضل من السنة اللي فاتت. هل كنت تتمنى عدم مواجهة النادي الأهلي في مستهل مشواركم في هذه البطولة المستحدثة، بطولة الدوري الأفريقي؟ I don't get it clearly. Can you repeat the question, please? Are you thinking? هل كنت تتمنى عدم مواجهة النادي الأهلي في مستهل مشوار الفريق في البطولة، بطولة الدوري الأفريقي؟ طبعا الأهلي نادي كبير، هم أبطال أفريقيا، فطبعا هي حاجة قوية ان احنا نواجه الاهلي، وطبعا الاهلي برضه اكيد هم ما كانوش يفضلوا ان هم يواجهوا سيمبا في الماتش دوت من البطولة دي بالذات. Like you know in the last Champions League when Ahly and Simba were in the same group, Simba topped the في اخر دوري ابطال ما بين الاهلي وسيمبا كان في صعوبه شويه في الماتش ما بين سيمبا والاهلي. طبعا ميكي سوني لاعب النادي الاهلي اشتراه من سيمبا التنزاني ولم يوفق مع النادي الاهلي، مره اخرى تستعيد اللاعب اللي سجل قبل كده في النادي الاهلي معكم، هل ميكي سوني سيكون اضافه كبيره للفريق، ولماذا في رايك لم ينجح مع النادي الاهلي؟ saying you know it's going to be a different game. ده نفس الكلام اللي انا بقوله، ان الماتش هيكون صعب جدا لان احنا دلوقتي هنواجه اهلي مختلف، اهلي مختلف بمدرب مختلف، مش هيكون نفس الماتش اللي احنا كنا بنلعبه قبل كده او نفس المباراه. طبعا هيكون في حاجات صغيره جدا في الماتش هي اللي بتحدده، حاجات تقنيه، حاجات تكتيك او حاجات فنيه جدا هي اللي هيكون بيتلعب عليها، نقط صغيره هي اللي هتحدد مين اللي هيكون بيكسب الماتش. ملامو إريك إنجامبي نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا الحوار قبل مواجهه النادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي.